الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. قبل تعقيب، أود أن أشكر إخواني في منتدى الحوار وفي جريدة الحوار على أنهم دائما يشكلون الاستثناء، كما تقدم أستاذنا عن عالم الترهات في شهر الانتصارات والفتوحات والعزائم والإرادات. فبهذا المنتدى دائما، يعني سواء حضرنا أو كنا ممن لم يحضروا بعض أو كثير من هذه المنتديات، دائما فيه مواضيع جادة، مواضيع قيمة، مواضيع هي الأصل من تكون ديداننا ومن تكون شغلنا الشاغل كوطنيين أو كنخبة أو حتى كمواطنين. فجزاكم الله خيرا وواصلوا لتصلوا ولنصل معا إن شاء الله. ثانيا، أتوجه أيضا بالشكر لأستاذنا الذي يعني عمل لنا عملية مسح، خلينا نقولها لك بالفرنسية، راتيساج صحيح، من العهد الأمازيغي المجيد إلى العهد الإسلامي والعربي والعهود المعاصرة، بحيث من بين الأمور التي نخوض بها المعارك أننا نفهم، لفهم ما يحدث وما سيأتي وما سينبني على ما يحدث، أننا لابد أن نعود للسياقات التاريخية وإلى عمق القضية تاريخيا. ففي الحقيقة أعطيت للأستاذ مصطفى بونيف، صديق الإخوة في مملكة مراكش اللي يحبوه بزاف، زودته بمادة يعني ثرية، أنا متأكد أنه سيوظفها توظيفا جيدا وتوظيفا يخليهم يزيد شوية يزيدوا يحكموا عليه بالإعدام المرة هذه. مش فشكرا لك أستاذنا. والحقيقة ما أعجبني أكثر في تدخلك أنك ما أغمضت حق أحد من عهودنا التاريخية في الوقت الذي نجد فيه بعض الجزائريين وبنية خالصة وبوطنية، خلينا نقول في درجات عليا لا أشك في نواياهم، يريدون أن يمحوا جزءا من مستندات تاريخنا في إدارة الصراع مع جار السوء. يعني اليوم فيه جزائريين وطنيين تبارك الله يحبوا الجزائر، ولكن عملهم كله متجها إلى، لتأكيد أيضا خلينا نكون صريح، لتأكيد عروبة الجزائر وإسلامها. يريدون وبإخلاص أن يقيضوا أسس كثيرة نستند عليها كجزائريين في إدارة الصراع مع جارسو بمواجهة الحقائق التاريخية النوميدية الأمازيغية في مواجهة ما يدعيه جارسو. فلما تبدأ بيوغورتا وبخوص وصفاقس وماسينيسا وجي طلع، معنتها أن هذه الأسس، المملكة النوميدية الشرقية التي تمتد كما تفضلت من واد ملوية إلى طرابلس شرقا إلى طبرقة، هذا هو الأساس. يعني المستند الأول، يجي واحد يرجع يوغورتا ما يسواش وماسينيسا ما يليقش وجوبا ما يليقش وكذا إلى غير ذلك. فهذه ثم أيضا جئت إلى الإشارة التوافقية أيضا، لما التقى العنصر العربي بالعنصر الأمازيغي، أكسيل المسلم وعقبة المسلم الشريف الفاتح إلى غير ذلك، وأبو مهاجر وقيس بن زهير بن قيس البلوي وحسان بن النعمان وكل الفاتحين، بحيث أنك يعني هذا التوافق، الخلاف بين أكسيل وبين عقبة خلاف سياسي،
وفتنة كما سميتها، ولكن الرجلين في نهاية المطاف مسلمين. وهذه التوافق والتناغم في تاريخنا مهم جدا يعني، بارك الله فيك. ثم أتيت إلى العهد العثماني ودور العثماني، لأنه أيضا جاءنا جزائريين واحد أخرين يشوفوا في العثمانيين احتلال، ما يشوفوهمش منجدين ومكذب غيرك. ولهذا بورك فيك، وأنا شخصيا رغم اطلاعاتي المتواضعة وبحوثي المتواضعة في مجال التاريخ سواء يعني، لأن بالنسبة لي لا يمكن أن نبني مستقبل بدون قاعدة تاريخية واضحة ومفهومة إلى غير ذلك، فقد استفدت كثيرا من محاضرتك فجزاك الله خير. أنا أريد فقط لو سمحت أخي مصطفى، يعني هو ما يحدث اليوم، ما قبل التطبيع وما بعد التطبيع. في الحقيقة أنت أشرت إلى نوع الاستعمار الفرنسي في الجزائر مقارنة بأشقائنا في المغرب وفي مراكش، وأنا أفضل أن نرسم كجزائريين مصطلح مملكة مراكش، وننزع عن هذه المملكة اسم المغرب، خلينا نزيد نترجموها من الفرنسية العربية يعني ولا من الإنجليزية موروكو ولا ماروك، خلينا نسميوها مراكش وما نسميوهاش المغرب، لأن المغرب كما أشار الأستاذ تشملنا جميعا. الاستعمار الآن ما حدث بعد التطبيع يا إخوان، وهو أمر خطير جدا، وقد كنت ضمن الوفد الجزائري الذي حضر آخر مؤتمر لجبهة البوليزاريو في مخيمات اللجوء في مخيم الدخلة، بحيث يعني عدت باستنتاجات خلاصتها ما قبل التطبيع. صراعنا مع جار السوء لا يستوي ما قبل التطبيع وما بعد التطبيع. وقد جلست جلستين مع سعادة السفير الصحراوي في الموضوع، لأنه الآن احنا تعرضنا بعض الدول منها أمريكا، منها أستراليا، نيوزيلندا، فلسطين، الجزائر، جنوب أفريقيا، تعرضنا إلى استعمار أو استدمار إحلالي استيطاني، وليس إلى استعمار اقتصادي أو حتى سياسي. نحن كل المشروع الذي وقع عندنا هو إحلال شعب مكان شعب، يعني الشعب الجزائري المسلم يجي مكانه شعب خليط من المعمرين والكولون لبلادنا، ما يحدث الآن في فلسطين إخراج شعب وإحلال شعب مكانه. الآن في الصحراء الغربية إخوة يعني جار السوء طور نظرية الاستعمار الإحلالي، لأن قبل التطبيع مع الكيان الصهيوني فيه احتلال استيطاني كما تفضل الأستاذ، صفقة خبيثة مع إسبانيا بعدما اتفق مع الرئيس الراحل هواري بومدين المختار والدادة على المطالبة بتقرير المصير تاع الشعب الصحراوي، مشى لإسبانيا الصحراء الغربية مقابل سبتة ومليلية والسكوت عنهما إلى يوم الدين. مسيرة خضراء، أغلبية ديموغرافية، لأن في الصحراء الغربية عندنا مشكل الديموغرافية والجغرافية، في فلسطين الديموغرافية والجغرافية تلعب لصالحنا، لكن في الصحراء الغربية تلعب لصالح المشروع الاستيطاني. 360 ألف مغربي مقابل أنذاك 70 ألف صحراوي، في الحقيقة غمهم كما نقولوا بالغشي، وزيد دمر القرى. وأنا زرت يعني بعض المناطق المحررة وين دمرت تفاريتي عن كامل عن بكرة أبيها وكذا إلى غير ذلك. فر الإخوان الصحراويين إلى الأخ الحنون والبلد المضياف اللي عندنا احنا. الآن انتقلنا بالاستعمار الإحلالي الاستيطاني إلى استعمار مركب، إحلالي استيطاني مركب. كيف؟
ما يحدث اليوم في الصحراء الغربية شيء خطير جدا. إذا حب واحد فيكم يفهم ما معنى التطبيع مع الكيان الصهيوني يهبط للمخيمات الصحراوية في تندوف ويدخل ويقابل المقاتلين المجاهدين الصحراويين على جبهات القتال. الموضوع يا إخوان يتجاوز الدعم التكنولوجي، أجهزة الرادارات والدرون وكذا، إلى هجرة معاكسة. مقبل هيرتزل وجماعته كانوا يبحثون عن وطن قومي لليهود في فلسطين وكان وعد بالفل. ما يحدث الآن في المغرب هو إعادة، أو في الصحراء الغربية إعادة جزء من الصهاينة المغارب المراكشيين إلى الصحراء الغربية ووادي الذهب. ولأن أمن إسرائيل، يعني سواء الصناعات الاستراتيجية ولا المفاعل النووي ولا القواعد العسكرية ولا المطارات، كل ما هو استراتيجي في إسرائيل أصبح تحت مرمى صواريخ محور المقاومة. إذن الاتفاق الآن ماشي إلى نقل كل هذا الأمر إلى الصحراء الغربية. ولحمايتها من أي حرب قادمة، من صواريخ حماس، من صواريخ حزب الله، من صواريخ ربما سوريا وإيران، وربما حتى الأمة العربية كاش ما يجي نهار ننتفض إن شاء الله. أيضا راهم يلعبوا على قضية خطيرة جدا، تفكيك الحاضنة الشعبية لجبهة البوليزاريو. يعني أولا ديموغرافيين هما أكثر، ولكون هذه الحاضنة مقسومة بين حاضنة في الأراضي المحتلة، والحاضنة هذه ما هيش تحت أعين المخابرات ولا الجدارمية ولا العسكر المغاربة، وإنما تحت داخلين في وسط اقتصادي واجتماعي وثقافي ضغط، يعني تحولوا اللي في السجن في السجن، لكن اللي خارج في السجن راه في سجن اجتماعي ثقافي اقتصادي معاشي إلى غير ذلك، وضع آخر. وجابوا لهم خبراء الصهاينة، الآن هم جورينهم المغاربة، لكن غدوة رايحين يجيبوا له جار صهيوني اللاتين تاعو، هذه البشرة تاعو كيما احنا، يشبه له في الاخر ويتكلم العربية لأنه هو من أصول مراكشية، وبمشاريع صهيونية خطيرة للاخر. يعني ما بقاش الضغط قال تقاوم القمع، وإنما تقاوم ما يسمى بالسياسات أو القوى الناعمة لتفكيكها. فيه جالية أيضا صحراوية راهي في أوروبا ولات عندها ثقافة أخرى، ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستوادري والحرية التعبير إلى غير ذلك، بعيدة نوعا ما على ما يسمى بحركة مقاومة. لأن أنت والخطأ الاستراتيجي اللي وقعت فيه حماس في الربيع العربي هو أنها لم تحسم كونها تنظيم سياسي تابع لكفرع للإخوان المسلمين، وبين كونها كحركة مقاومة تمثل رأس حربة الأمة، فوقع الخطأ. الحمد لله الآن وقعت يعني تصحيح في المؤتمر الأخير إلى غيرك، وعادت حماس لتتبوى موقع حركة المقاومة كالجهاد وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية. أنت البوليزاريو اليوم ماكش حزب سياسي في الجزائر، راك دير مؤتمر ودير تداول في البوليزاريو، راك حركة مقاومة وجهاد، ثم فيه حاضنة شعبية في المخيمات. هذه الحاضنة الشعبية 50 سنة يا إخوة صبرت، كما قال الشاعر العربي صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر. لذا أنا من موقعي هذا، وحملت يعني هذا الكلام إلى من يهمه الأمر من بداية، كما قلت من السفير الصحراوي، محتاجين إلى رؤية استراتيجية، إجراءات، سياسات، تحركات تجاه
تمتين الجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية لجبهة البوليزاريو، ودورنا احنا كجزائريين في هذه المسألة مهم جدا وجدا 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 وجدا. لحد الآن احنا المتضامنين مع الإخوان في الصحراء، تضامننا يقتصر على هذا الدور الإعلامي والسياسي. خلينا الهلال الأحمر يقوم بالدور تاعه في الدعم وكذا، لكن أنا أتصور أن حجم الدعم المطلوب في المراحل القادمة وعاجلا يتطلب عمل كبير وجهد كبير، وأيضا تحرك حقوقي وتاريخي وكذا في المجال، وما نبقاوش ندوروا احنا في مثل هذه الندوات. وتعبئة شعبية جزائرية تدعم تعبئة الجيش الوطني الشعبي وسلاك الأمن والدبلوماسية الجزائرية، وفي قضايا أخرى ربما الإنسان ما يتكلمش فيها في لقاء كما هذا. أيضا فيه عمل على المستوى العسكري والأمني لازم يندار لمواجهة الآن التطورات اللي الإخوة راهم هنا ضباط سابقين في الجيش الوطني الشعبي. الجيش المغربي في المناطق المحتلة في الصحراء الغربية ولا في الحدود معنويات ضعيفة، لا أمام الجندي الصحراوي ولا أمام الجندي الجزائري، عقيدته منهارة. لكن بالتطورات الأخيرة والدخول الصهيوني على الخط وقع فيه الآن تحول، إذا لم نتداركه سيكون تحول يصنع الفارق ومؤثر وحساس في هذه الظروف الإقليمية والدولية التي نمر بها. وهذا الجار السوء أو ما يحشمش يدير أي حاجة كما يقولوا، وأختم بهذه الجملة، بعض الدول باش تفرض أوراق تفاوض أو ضغط على خصومها تلعب على حافة الهوية كما يقولوا، تروح للمواقف على حافة الهوية. لكن هذا النظام الآن المخزن هذا أصبح يلعب في الهوية، ما راحلوش لا تتقسم المغرب أو مراكش، لا يموت الشعب المغربي، لا تحترق منطقة المغرب العربي كامل، لا تروح فيها إفريقيا، لا كذا، يعني أنا وبعد الطوفان. وأجدد لكم الشكر وأستسمحكم يعني، بارك الله، السلام عليكم.